برنامجكم من الطبخ. اليوم حلقتنا جدا جميلة، تنافسية قوية بين اثنين. نايف مساعد، انا قاطع مسافة بعيدة طويلة عشانك يا عبد الرحمن، والوعد اليوم يا عبد الرحمن في المطبخ. وعبد الرحمن الدعيج جيل نايف المطبخ يجمعنا الميدان يا حميدان. حياكم الله في مطبخ مين الطباخ. اليوم حلقتنا جدا مميزة ورائعة. خلوني أدخل عند الشباب وأقول لكم وش وصفتنا اليوم. تفضل. شلونكم يا شباب؟ حياك الله. جاهزين؟ جاهزين. مستعدين؟ مستعدين. أموركم تمام؟ تمام. وين الجلوفز؟ هذا موجود. طلع كله. خلنا نعطي عبد الرحمن. يلا. البس يا عبد الرحمن. فما نلبس الجلوفز أنا راح أشرح لإخواننا المشاهدين. عطني الجلوفز حقي. الله يهديك. إيش وصفتنا اليوم؟ اليوم وصفتنا جدا سهلة وسريعة وجميلة للصحيين الرياضيين، أما اللي مثلي ومثله ما تصلح لي. اليوم عندنا خضار مشوية بالفرن ومعاها فيليه دجاج. طبعا بنتبل الفيليه دجاج تتبيلة جدا جميلة وحلوة وطعمة. خلونا نشرح لكم أنواع الخضار الموجودة معنا. عندنا الكوسة، وعندنا الباذنجان، وعندنا الفطر. هذا المكونات الأساسية اللي معانا اليوم، وإضافة إلى شرايح الدجاج. طيب قبل لا أنسى، معليش، وعندنا أيضا الفلفل الرومي الأصفر والأحمر وبرضو الأخضر. إحنا راح نشكل، راح نحط من كل لون واحدة. جاهزين؟ جاهزين. شوكم مع السكينة؟ والله إن شاء الله تمام. تقطعون يديكم ولا؟ لا لا أرفع عليك. يا سلام. طبعا يا جماعة إذا بنستخدم السكين في المطبخ لازم ننتبه لأصابعنا ولا بتروح علينا. خلونا خضار غسلتوها جاهزة. جاهزة. يا سلام. أبي منك يا شو اسمك اليوم؟ نايف. اليوم نايف. تقطع لي هذه كذا الثانيات، هذه بوريك شلون تقطعها. وإحنا نقطعها ننظف هذه نشيلها، هذه احنا ما نبغاها. طيب ثم تاخذ، شوف خليك معنا، تاخذ الفلفلة تقطعها بهالشكل. ممتاز. تصير عندي بهالشكل. ممتاز. شايف؟ حلو. اوكي. قطع لي الاصفر والاخضر. نجي عندك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن خلنا ناخذ هذه في باهنا. تقطع الكوسة بهالشكل. نظفناها من فوق ومن تحت. ناخذ هذا نخلص منها. ونقطع الكوسة من الوسط، بعدين من الزاوية للزاوية نقطعها. وتصير عندنا شلون؟ بهالشكل. بهالشكل. حلو. اوكي، اقطع لي كمان واحدة ثانية، والباذنجان نفس الحكاية. طبعا يا جماعة الأكلات الصحية هذه جدا مفيدة للجسم. وساعات والله احنا نحوس شوي بالاكل، نحب ناكل نكثر من الدهن والسمن، المكابيس، رز، كبسات تلعب فينا لعب. طبعا هذه الوصفه للرياضيين، يعني ممكن نسويها بعد او قبل الجيم، عفوا بعد الجيم ناكلها بعد الجمعه. بعد الجمعه الجيم. بعد الرياضه، بعد النادي بنص ساعة ناكلها. تحضيرها جدا سريع، جدا سهل، تتبيلتها متوفرة في البيت، وأعتقد كل هالخضار موجودة في ثلاجاتنا ما شاء الله، والخير كله موجود. يعني ما راح تكلفنا، لا تأخذ منا وقت ولا راح تكلفنا فلوس. زين، جدا رخيصة وسهلة. الرجال قطع تخلص، يخاف عليك. أوه ما شاء الله، اللي يخلص يا جماعة يحط الخضار حقته هنا. أوه ما شاء الله، اوه فنان. انا احسنا بيفوز عليك. الوعد في النهايه هو الوعد. العبره في الخواتيم. العبره في الخواتيم. هذه كانها كبيره شوي، احنا شو نسوي؟ تبي نصغرها؟ نصغرها شوي، مثلا نقصها من هنا، ما راح نستخدمها كلها. هذه ابيك تحط هذه بصحن. حلو. وتحطها بالثلاجة. شوف الثلاجة هذا اللي هنا تحت. يلا حطها بصحن، حطها فيه. وتعال بسرعة عشان نتبل. أيوة حطها عندك. عندك هذه. أيوة بحطها. يلا حسنا، معلش. يلا ها
نايف اللي نظف انت نظفت عنه. اي فعلا المفروض ما تنظف مكانه لان في تقييم يا جماعه. وين خل رحت الثلاجه اول شيء قل له شكرا. الله يعطيك العافيه. ما قصر. لازم نهتم بالنظافة. النظافة في المطبخ، في البيت، في كل مكان. النظافة أساس كل شيء. صح. صح ولا لا؟ فعلًا. نقطع، ننظف مكاننا. صحيح. نحوس، نرتب مكاننا. خلينا الحين نتبل هذه. هذه تتبيلتها جدًا سهلة وسريعة. أول شيء عندنا زيت زيتون ما ذكرنا. زيت زيتون نحط مقدار 3-4 ملاعق، 4 ملاعق بالضبط. الشكل. أي. زيت زيتون جميل. طبعا هذه بنسويها سوتيه ما راح ندخلها الفرن، نحمرها بال على البان. عندنا الفلفل الاسود مقدار ملعقه الشكل، واذا عندنا فلفل ابيض ممكن نحط عادي. ممتاز. هذه كانها شوي معلقه. اوه ما شاء الله. مقدار ملعقه شاهي صغيرة. صغيرة اي هذه كفاية. عندنا الملح نفس الحكاية مقدار ملعقة شاي صغيرة. اوكي. وعندنا عشبة الروزميري اللي هي عشبة كليل الجبل. هذه ايضا من النباتات العطرية الجميلة. يعني ريحتها حلوة. ما عليها الكلام. ما عليها الكلام. شمها. ما شاء الله. عجيبة صح؟ خنينة ريحتها. خنينة نعم. وإذا بعد حطيناها مع الخضار وبدينا نحركها تطلع ريحتها أكثر وتخلي لنا الأكلة جدا جميلة. طبعا عود واحد يكفي. أنا بزيد شوي على قولتهم. أنا ما راح أقلب. تعال قلبها شوي. نايف حطنا جبلنا وشو جبلنا الصينية اللي نحط فيها الخضار عشان ندخلها الفرن. طيب شوفها عندك هذا الحمراء. ايوه هذه. ايه. لازم نتأكد ان حنا قلبناها. اوه بدينا نكبر. جايب صحن صغير. يلا يلا هي هذا خلها قدام بشويش بشويش. نرتبها ولا لا نحطها عشوائي ما عندنا مشكلة بس تأكدنا انها ان شاء الله كلها جاهزة تتبلت. انا ودي ازيد شوية زيت لاني حسيت انها محتاجة. أنا تصير 5 ملاعق مو 4 ملاعق. تبلت؟ ايه بس نقلب على الجهاز. بس خلها. طبعا في الفرن ما تاخذ وقت، تاخذ ما بين 10 دقائق إلى 13-15 دقيقة يعني. وفي نفس الصحن اللي تبلنا فيه الخضار راح نتبل فيه الدجاج. هذه واحدة، ثنتين كل واحد واحدة. ولا صلح واحدة بس. لا أنا أبغى نص. وأنت لك ثنتين ولا واحدة. أنت ليش نص طيب؟ بس ما اشتهيتك. أيضا حقين التكميم يا جماعة. ربعنا اللي يسوون تكميم هذه الوصفة جدا جميلة لهم. طبعا. ما نشرحها ولا كذا. لا 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 هي أصلا رقيقة يعني أنا ما أخذ الصغيرة ما جايبين الصغيرة وفاتحينها من النص فما يحتاج إنه نصغر أكثر. نحط فيها شوية ملح. روزميري كمان. وشوية ثوم. طبعا ملعقة انا ما عندي راح اخذ بيدي مقدار ملعقة. خلاص اخذت مقدار ملعقة شاي. وايضا زيت. يلا قلبها يا نايف. حركها. بديك الثنتين. اعمل لها مساج من فوق لتحت. خفت نوم. لا شوف بهالشكل بهالشكل. طيب نزلها. يا ليتني دجاجه يا شيخ. جهز لنا البان. شوف البان عندك هذا المقلاه. هذا ايوه جيبها لنا عشان نطبخ فيها او نشوي فيها الدجاج. هي اكيد راح استمر بالطبخ هذا لانه شيء كويس يعني للامانه يعني للناس اللي يعملون رياضه للناس اللي اجسامهم ثقيله شوي هذا اكل ممتاز يعني. خلاص سويت لها المساج. حطينا ما حطينا فيها فلفل صح؟ حط شويه فلفل. حط شويه فلفل اسود. لا
لان في ناس ترى ما تتقبل الفلفل الاسود. بعد الفلفل الاسود جميل، انت عارف من اول كانوا يعاملونه معامله العمله الفلفل الاسود. اي والله صحيح. يلا خلونا نوديها للفرن، ندخل هذه الفرن وهذه نوديها للعين عشان نحمر ال. روح دوم فضلك الدجاج. يلا الحقوني الحقوني. تعال يا عبد الرحمن حط لنا هذه هنا. يلا حط هذه اللي معك هنا. تعال هنا عند الفرن. طبعا احنا درجة الحرارة عندنا المفروض تصير 180. حلو قريبة صايرة 177 يعني قريبة ما في مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الخضار مسؤوليتك، لو احترقت يا ويلك. كم دقيقة طيب؟ طبعا الخضار نخليها داخل الفرن ما بين 10 دقائق الى 13-15 دقيقة على حسب حرارة الفرن اللي عندي. حلو. ففرن هذا ما شاء الله حرارته جميلة، فما راح ياخذ معانا الا تقريبا ما بين 10 الى 11 دقيقة. خلينا ندخل هنا عشان نحمر الدجاج وبعدين نرجع ندخله وين؟ الفرن. يلا يلا بسم الله. ايوه عطنا البان حطه هنا. طبعا لما نجي نشتغل عند النار شو نسوي؟ نشيلها. نشيل القفصات. ليش؟ عشان ما تحرق يدينا. عطنا عطنا. يلا. لا الوجبة يعني كانت جميلة جدا يعني، بس انا متعود على الاشياء اللي فيها زيت، يكون فيها زيت يعني زيادة، يعني الاشياء الصحية انا ما كنت معتمد عليها. فمعتمد على اكثر شيء على الاكل اللي هو الدسم وذا، ولكن هاي تجربه حلوه يعني وصارت جدا جميله. زيت زيتون هو اصلا الدجاج في زيت في زيت، بس انه بنحط شوي ما راح نكثر، خليه شوي بس يحتر وبعدين نعطي الدجاج لون، بس لون بعدين ندخلها الفرن. بعدين ندخلها الفرن. ليش ما ندخل الفرن على طول؟ يعني تستوي عادي ما في مشكلة، بس ما يكون منظرها جميل، احنا نبي نجملها يعني. بسم الله. اعتقد صار حار ولا لسه؟ اوه بسم الله. طلعت الصوت. يا سلام. يقول شم الصوت واسمع الريحة. هذا شك واضح انك جاي. هذه مقولة الشيف علي اليوسف. بس يا عليه بالخير. ايش تبغى بس؟ ايش باقي؟ تقلب؟ طيب الملح تملح وهي كذا ولا تملحها بعد ما طلعها؟ لا احنا ملحناها في البداية. ايه. بس عبد الرحمن تروح تسكر هذا الباب المرفوع. ابشر. احنا ملحناها في البداية. طبعا بعد دقيقتين نشيلها، نبيلها شوي ما نتأكد انها اخذت لون. نكسر شوي على النار، تاخذ لها ما بين دقيقتين ونص على ما تاخذ ايه تاخذ اللون، وبعدين نقلبها على الجهة الثانية، وبعدين ايه والقلاية ندخلها وين؟ الفرن. ندخلها الفرن. شيك لي انا ما يحتاج الخضار انك تشيك عليه والدجاج بين فترة وفترة، ولا نخليك 10 دقائق كاملة؟ لا شيك على شيك على الخضروات يعني بدأت تاخذ اللون كويس. ممتاز. ولعت النور حق الفرن؟ لا اكتشف. هذا غلط علي. ايوه فنان. الحين نقلب الدجاج. يا سلام شفتوا اللون؟ هذا اللون المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والدجاج برضه في ال... طبعا انا احنا طبخناه الحين نص استوى تقريبا، وفي الفرن ما ياخذ الا 15 دقيقة وبعدين نطلعه. اهم شيء بس اللون يعني يكون ايه اللون ونقفل المسامات عشان الجوسي او العصير اللي داخل الدجاج عصارة الدجاج ما تطلع وينشف معانا الصدر، يعني هذه مهمة. رطب
أيوة لما ناكلها تصير لينة فيها طعم. يلا أعتقد كفاية عليها. رجع هذول هناك أمسك يا نايف. يلا عبد الرحمن افتح لنا الطريق. طفي النار. سكر. بالنسبة لصدور الدجاج، أول ما حطها الشيف عبد الملك على النار قبل لا يدخلها الفرن سألتها وش سبب أن شوحناها قبل لا ندخلها الفرن، فقال أول شيء شكل جمالي، الشيء الثاني تسكير المسامات عشان يكون الصدر رطب ما يكون ناشف إذا حطيناه في الفرن. طبعا يا جماعة مو أي بان يقفل، مو أي بان يدخل الفرن، في بانات أو قلايات فيها بلاستيك، فإذا دخلناها الفرن راح تذوب. إحنا هذا بان خاص يعني في المطابخ موجود في السوق، هذا النوع هو اللي يدخل الفرن، أما الباقية اللي موجودة في بيوتنا ما تدخل الفرن، فإذا دخلت الفرن ممكن تسبب حريق، فننتبه للموضوع. نروح ننظف مكاننا. يلا نمسح الطاولات. شلونك مع الرياضة يا عبد الرحمن؟ والله تمام الحمد لله. يعني مواظب عليها ولا نفسي؟ لا مواظبين طبعا. يومي ان شاء الله. يومي ما شاء الله. نادي ولا تمشي ولا؟ لا والله ماني في نادي. ما شاء الله. طبعا حط لنا هذا بالثلاجة اللي تحت. ابشر. حط لي اياها. غسلتها؟ اي. ها خلص خلها. بس بقى تمسيح نمسحها. مسحها بالمناديل عندنا هنا. تعال. مسحها وامسح الطاولة. ايه من تحت. طيب قولوا لي مين يفوز انت ولا هو؟ احنا اكيد ما بينا كلام. عبد الرحمن اكيد انا ما مستحيل يفوز علي ان شاء الله. ايه ان شاء الله اثنينكم تفوزون ان شاء الله شوي وتاخذونها مناصفه. انا ما اتوقع مناصفه، ما اتوقع اني انا بفوز لحالي. واثق؟ اكيد افع عليك. شوف والله منافس شكلا شرس لكن مضمونا الى الان في اول حلقه ما اقدر احكم عليه. اعتقد وصفتنا جاهزه الان. جاهز. نجيبها من الفرن. نجيبها. يلا اخر واحد يطلع يقفل الباب معه. يلا وين ال خلونا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم شوف افتح النور. يا سلام خنين. طفينا الفرن. خذ طلع لنا الدجاج، وانت يا عبد الرحمن طلع الخضار وجيبوها لي هنا. يلا انتبهوا بس من الحرارة لا تحترقون. يلا تعال حياكم الله. ما شاء الله كيف الريحة؟ اوه خنينة. ريحة حلوة. ها منا مصلحين بناكلها على طول. طيب في صحون الصحن اللي بنزل فيه ورا شوف هذا. عطنا هذا صحننا. عطنا نغسله ولا تغسله؟ لا بس يحتاج تمسيح، هو نظيف بس نبي نمسحه. ريحة الخضار ما شاء الله عجيبة يا جماعة، لازم تجربونها لأنها فعلا لذيذة، والشباب بيذوقونها إن شاء الله. إيش رأيكم تجيبونها عندي هنا قدام؟ يلا عطنا. طبعا من ناحية التقطيع مو شرط ان اخواننا اللي في البيوت يقطعون نفس تقطيعنا بالضبط، ممكن انت تقطع الخضار على كيفك، تبغاها كبيرة وسط يعني صغيرة كيفكم، تفننوا بالتقطيع بس انتبهوا لإيديكم. اما انا يعني حبيت اني اقطعها بهالشكل، فمو شرط ان نتقيد. حرقتني نسيت انها حارة. شوفوا هذه اكبر غلطة. يلا أول شيء ناخذ الدجاج. بسم الله ما شاء الله. حط الدجاج هنا بهالشكل. ناخذ الثانية ونحطها جنبها. خضارنا ناخذ الكوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا فليفلة
الان الشكل ممكن الالوان هذه بغالها رز لو نحط رز ابيض اي اعطوني قلفص خليني اشتغل قلفص احسن رز ابيض ممكن رز ابيض مسلوق مشخون لا مسلوق افضل بس وين الدايت وين الرياضي مسلوق رز رز مسلوق يكفي الدجاج ما شاء الله دجاج بروتين دجاج مليان بروتين هذه انقطعت ما راحت لي يدي عطني بروتين مفيد للجسم والمشروب والنشويات برضو الجسم يحتاجها المشروب ما المشروب بالحين بنسويه سوتيه على السريع بنفس البان اللي سوينا فيه عشان ياخذ الطعم ياخذ الطعم اللي سوينا فيه الدجاج ناخذ هذه نخليها هنا وناخذ الخضرة هذه ونخليها هنا بهالشكل الحين خلونا نوسع لنا عشان نقدر نطلع ناخذ هذا خليها هنا هذا البان وديه هناك ولا في ايه الطبق خله هنا على ما نصلح احنا المشروم لا جيبه جيبه عشان يلا لا المشروم هناك لا تحتاج ملح اي شيء من هنا اي الملح اكيد مش بعد بس ملح يلا. ملح وزيت زيتون حقنا هذا انا اخذت اخذت الملح واخذت الفطر معي يلا تفضل 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 انت كبير نا. يلا كبير الله سبحانه يلا سبحانه يلا قفل الباب بسم الله الرحمن الرحيم افتح النار طبعا هذه حاره للحين الله هديك مستعجل طبعا فيها هي زيت بس احنا نزيدها شوي ملعقه واحده طبعا هي حاره لا والله مي بحارة بس يلا بتسخن معانا بال شو اسمه البيس خله معك اي اسمعون الصوت بدت تشتش تشتش بتبقبق جيب لنا ملعقه يا وترنا من الجوع عند الحين 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 ناكل عطيها ملعقه لا هذه كبيره لا جيب لنا ملعقه صغيره جيب الملعقه هذه الخشب الشباب لا السباتشولا هذه ما في كلها كبار لا خلاص خلاص عندي هذه السباتشولا رش لنا ملح ايوه طبعا الملح الحين بيطلع عصارة الفطر الفطر تعطيه بس لون ولا تخليه يعني لا 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 يعني ما هو خفيف يعني بسرعة يستوي ما ياخذ وقت انا احب الشعبي اكثر شيء افضل الشعبي يعني الامانه وليش عشان اكل دسم واكل لذيذ وجميل يعني ما في شيء مثله مره مستحيل يجي اكل مثل اكل الشعبي مستحيل والله قد سويت قريبه منها قريب من اللي صدور الدجاج مشويه مع شو اسمه مع الخضار قد سويتها بين دقيقتين الى ثلاث دقائق ويستوي انا اعتقد شوي ويكون جاهز طبعا هذه الحركه خطيره ليش خفت يلا 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 هذا هذا يلا شيل الاغراض وهو حار على السريع ننزله في الوسط هنا بسم الله ما شاء الله خذ هذه حطها هناك بس انت بترى حاره شويه نايف وناخذ الروزميري ونحطها بالوسط بهالشكل وبكذا وصفتنا تكون جاهزه للأكل كلها فرن في فرن وكلها فرن في فرن وهيلثي فود على قولتهم خفيفة في الطبخ وفي إن شاء الله بالهضم وبالهضم وهذه وصفتنا وشاهدينا الكرام إن شاء الله نالت على إعجابكم ونترككم الآن في الوصفة وتابعونا في حلقة قادمة إن شاء الله ومع المتنافس عبد الرحمن دعيجي ونايف مساعد وتقبلوا منا فائق التحية
بطبخه ويجني نجينا نصنع الحلم بيدينا اجتهد وابدع وحاول عيش وقتك بالتفاؤل.